شوفوا هذه الرواية عن أبي خالد الخادم، قال: ولد لأبي محمد ولد فسماه محمد، فعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال: هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم، وهو القائم الذي تمتد إليه الأعناق بالانتظار. تمتد إليه الأعناق بالانتظار. بينما نروح إلى رواية عن عبد الله بن عطاء، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الباقر: أخبرني عن القائم. فقال الإمام الباقر: والله ما هو أنا ولا الذي تمدون إليه أعناقكم. لاحظتوا؟ الإمام العسكري يقول: وهو الذي تمتد إليه الأعناق. الآن نعم شوي بس. الآن الإمام الباقر يقول: والله ما صاحبكم أنا وما هو أنا ولا الذي تمدون إليه أعناقكم، ولا تعرفوا ولادته. ما بتعرفوا ولادته. من هذا الذي لا تمد إليه الأعناق؟ يعني ما يخطر على بالكم، يعني هناك خطة عند آل محمد. كل الروايات تشير لهذه الخطة، لا يريدون أن يقبلونها من وصية رسول الله. والله حرام عليكم أنها دعوة قائمة وواضحة وتنكرونها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. ما كأنكم تحبون آل محمد؟ ما كأن هذه الروايات لها قيمة عندكم؟ ضمائركم انتهت حول أو وراء جبة معمم يقول لكم هذا خطأ وانتهى الموضوع وانتهى الكلام؟ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى نصرة آل محمد في هذا الزمن المرير والضائع.